في تحدياتي هذا الصباح الرائع والجميل هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تأتي هذه الانطلاقة وتأتي هذه التحديات مع شوط الأبكار هنا مشاهدين الأعزاء، مباشرة إلى مقدمة الشوط، مباشرة إلى المركز الأول، إلى الصدارة الأولى، وهناك غزوة. خالد بن مسلم الكثيري بدأ يغزو هذا الشوط وبدأ يغزو هذا الأداء المتميز والجميل على مقدمة هذا الشوط وهذا الأداء. المركز الثاني، المركز الثاني الوصول من البرشة ياسر بن توافيق الظاهري، المركز الثالث سيوف بخيت بن هادي بن حوير بالمنصوري، المركز الرابع أيضا وصل شعار أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي مع الشاهينية، والمركز الخامس الوصول هناك من خلال تواجد شواهين يروان بن راشد بن قشيم الشامسي، ولكن غير شعار أبو زايد، غير شعار أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي على الصدارة على المركز الأول. ما شاء الله، شوف القدوم، هذه الظبي حاتم بن سعيد بن مهي الكثيري صاحب الشوط الأول، ما مالكي هملولة يتقدم على المركز الثاني، عين على مقدمة الشوط الأربعمائة متر الأخيرة، ولكن الشاهينية أحمد بن سعيد بن زايد المزروعي وصلوا أهالي ثمريت، أهالي ثمريت يتقدمون في المركز الأول في الأداء المتميز مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام على الصدارة الأولى على المركز الأول. ياتي حاتم بن سعيد بن مهية الكثيري، سلام سلام يا بيت بن مهية، هناك أيضا بثمريت بالسلطنة للمرة الثانية من قدم لنا هملولة في أول أشواط هذا اليوم، يقدم ظبي الفلا معنى الوفاء رمز العطاء، تهانينا والناموس على هذا الفوز ولحظات الوصول، هذه لحظات وصول الظبي، تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت سيوب خيت بن هادي بن حوير بالمنصوري، المركز الثالث صوغه محمد بن خلفان بالعامري الكتبي، دقيقتين ثمان ثواني 81 جزءا من الثانيه، تهانينا لمالك الظبي ايضا حاتم بن سعيد بن مهيه الكثيري على هذا الفوز.